السلام عليكم وحياكم الله، واتمنى انكم بخير وصحة وعافية. اليوم بدي اتكلم موضوع مهم جدا، موضوع اذا ملفات عندك بالجهاز الشخصي والعمل كيف ترجعها. اول حاجة نتعلمها ودي نثبت نظام لينكس. نظام لينكس هو نظام زي نظام الويندوز والماك، نظام ثاني في برامج كثيرة جدا تساعد في موضوع الاسترجاع. تحمل النظام مرة سهل ومجاني، روح بس افتح الموقع من هنا ديسكتوب وضغط اوفر فيو، بعدين اضغط زر التحميل من هنا، بعدين وديك صفحة ثانية التحميل مرة ثانية اضغط تحميل داونلود من هنا اخر نسخة. هذه صفحة للتبرع، اذا بغيت تتبرع او فقط قل لا شكرا اضغط هذه بس وخلاص يحمل معك النظام. الان طبعا انا حملت النظام كامل. بعد ما تحمل النظام حمل برنامج فيرتشوال بوكس. فيرتشوال بوكس هو نظام يمكنك تحمل اكثر من نظام تشغيل بجهازك. التحميل مجاني بسيط جدا، بس روح هنا يسار تحميل داونلودز اضغط عليه واختار نسخة حقت نظامك، اما في ويندوز ولا ماك ولا لينكس. هذه نسخة حملتها لوبنتو موجودة عندي بجهازي، وهنا عندك فيرتشوال بوكس زي كذا هذا الواجهة. الحين اشرح لك اياها بطريقة سهلة، بس روح فوق هنا عندك اضغط نيو نظام جديد، اكتب اسم النظام لوبنتو، مباشرة هو يكتب يختار انه لوبنتو لينكس واضغط كونتينيو، بعدين روح كونتينيو، عط الممر للنظام. طبعا كل مساحة الخضراء ما عندك مشكلة، اعطي 1 جيجا كافية جدا يعني زي كذا تقريبا هذا رقم كافي. بعد ما تخلص روح كونتينيو، يقول لك سوي هارد ديسك، قل اوكي كرييت فور جو هارد ديسك، قل ما عندك مشكلة نيكست نيكست، كمل اعطي مساحة مو مشكلة 8 جيجا. بعدين خلاص كذا سوي النظام، لاحظ عندك صار اخترت اوبنتو هذا، راح هنا سيتنجز مهمة جدا، ثم راح ستورج، ثم اختار الامتي هذا السي دي، نختار السي دي حقنا من هنا، اضغط هذا اختار اول خيار تشوز هذا، ثم اختار النظام اللي حملته، انا حملت الفولدر هذا فقط، اختار اضغط اوكي كذا خلاص الان مختار، اضغط بس اوكي كذا خلاص حملنا هذا، اضغط ستارت نشغل النظام عندنا ونشتغل النظام. هذا الشاشة مهمة جدا هنا ركزوا، اول خيار يمديك تشغل اوبنتو بدون تثبيت، يعني اي برنامج تشتغل عليه تسوي ريستارت راح يروح، هنا ثبت النظام تثبيت. طبعاً موجود اللغة العربية، في أقوى اللغة العربية لكن خلنا نختار إنجليش يعني. طيب نروح نستول، هذا إذا ودك تحمل تثبيت الأخير آخر تحديثات من أوبنتو هنا، وهذا تحمل أي درايفرز مهمة جدا، أنصحك تسوي كده بس يعني وكنتينيو. هنا موجود عندك يمديك تحذف كل حاجة بالهارد ديسك، إذا عندك ثبته مع الويندوز مو فيرتشوال بوكس ويندوز عادي لا تسوي كده، أحذف الويندوز. أما إذا تسوي زي مثلا تحمل فيرتشوال بوكس عاد اختار الواحد يحذف كل حاجة يثبت كله أوبنتو، قل أوكي انستول، هنا يقول لك أوكي، أوكي كونتينيو بس، وهنا اختار المكان حقك في التوقيت قل أوكي الرياض، ثم اختار الكيبورد حقك إنه إنجلش، وعندك آخر حاجة يمديك تحط معلومات الجهاز العامة يعني. هنا بسيطة اسمك واسم الجهاز واسم المستخدم والباسورد. هنا يمديك تشفر اليوزر الفولدر حقك كمستخدم كله مشفر ما حد يقدر يشوفه يعني. بس خلاص كذا انتهينا، يمكن ياخذ تقريبا ربع ساعة 20 دقيقة لما يثبت كل البرنامج، بعدين نكمل معكم ان شاء الله. خلونا نتكلم عن موضوع كيف نخزن الملفات بالجهاز. انت عندك جهاز لابتوب او هارد ديسك خارجي او يو اس بي، كيف تخزن الملفات حقيقة يعني؟ خلنا نفترض مثال عندنا USB فلاش ميموري مثلا زي هذا، عادي فلاش ميموري شوف 8 جيجا موجودة هنا، هذه كيف تخزن ملفات؟ تخزن الصورة كيف تخزنها؟ خلونا نفترض عندنا مثلا صورة حجمها 1 PNG موجودة بالهارد ديسك، الهارد ديسك ما يخزنها أو فلاش ميموري يخزنها بطريقة متتالية، يخزنها بطريقة عشوائية، ولكن يخزنها بطريقة عشوائية مثلا اكتب هنا شوي هنا شوي هنا شوي، وفي تيبل يعرف أماكن الصورة، الصورة هاي تبدأ مثلا هنا مثلا يحط بدايتها. فلو عندي مثلا ملف PDF ثاني ممكن يكتب هنا بدايته والآخر يكتب هنا، يكتب عنوانه موجود هنا البداية. انت الآن لما تسوي دريت على الصورة مثلا صورة الحمراء PNG وتسوي دريت، يحذف فقط البداية ويحذفها من هنا، لكن هذه تبقى موجودة. فهذا يعني لو حذفت صورة ثم وقفت ما استخدم الجهاز وسويت استرجاع، فهذه في احتمالية كبيرة جدا ممكن ارجع الصورة لأنها موجودة، ولكن مع كثرة استخدام الجهاز إذا كتبت ملف PDF مثلا جديد على الجهاز قد يكتب جزء من ملف PDF هنا
وبالنهاية لو استرجع رجع هذا وهذا لكن ما رجع نفس الصورة. خلونا الحين نتعلم بشكل تطبيقي كيف ممكن ترجع أي صورة أي ملف عندك باليو اس بي ولا هارد ديسك، وكيف تاخذ صورة حقيقية من اليو اس بي كفورنزيك ايمج. الآن مثل ما تشوفون لبنتو خلاص ثبت بشكل كامل، هذا الشكل. شوفوا هنا في برامج، البرامج موجودة هنا، أما ستارت وابدأ موجودة هذه، اضغط عليها تفتح البرامج. مثل ما تشوفون البرنامج مرة سهل، اضغط بس ستارت هنا عندك قائمة البداية موجودة كل شيء هنا، مثلا الابس كلها، البرامج، عندك الريسنت، الفايلز، الفيديو، كل. أول حاجة خلونا نفتح تيرمينال، الشاشة السوداء هذه أهم شيء نفتح عندنا، شوف موجود زي كذا، وهذه طبعا شاشة مرة سهلة. أهم نصيحة قبل ما تجرب ترجع من أي ملف ولا هارد ديسك ولا يو اس بي أي حاجة ترجع، عشان ما تخرب اليو اس بي خذ صورة كاملة من يو اس بي، أقصد بصورة صورة فورنزيك يعني فورنزيك ايمج، صورة كاملة من اليو اس بي كاملة وتقدر تشتغل عليها وترجع منها، لا تشتغل اليو اس بي نفسه مباشرة. البرامج المختصة بأخذ صورة حية بت باي بت من أي هارد ديسك أو أي يو اس بي كثيرة جدا، من ضمنها هذا دي سي اف ال دي دي ولا دي سي 3 دي. تشغيل البرنامج مرة سهل، اكتب الأمر وانتر، طبعا البرنامج غير موجود بالجهاز، ومعطيك طريقة تثبيت الرابط، انسخ هنا وسوي كوبي بعدين لصق بس بيست هنا، تعطي الرقم السري، دخل الرقم السري حقك وانتر، خلاص يحمل البرنامج كله الآن، مرة سهل. عشان أعرف إن الهاردسك حقي رقمه اكتب الأمر هذا اف ديسك طبعا ال، واضغط انتر يعطيني اياه موجود هنا، هذا الهاردسك حقي وهذا أي شيء خارجي، شوف موجود عندي. الآن بكل بساطة أنسخ الباث حقه الرابط أو المكان بالأصح، أسوي له كوبي الآن وأحاول أخذ نسخة كاملة منه، كيف أسويها؟ هذا الأمر الخاص بأخذ صورة حية بت باي بت من أي هارد ديسك أو أي يو اس بي، اكتب سودو والأمر هنا اف، حط الباث حق الهارد ديسك أو أي شيء يو اس بي تبيه، بعدين اكتب أو اف يساوي، اكتب الباث وين تبتخزن، أنا مخزن عندي بالديسكتوب هوم ياسر ديسكتوب مسميه يو اس بي دوت دي دي، دوت دي دي هذا الفايل اكستنشن. شوف الآن بدي أخذ موجود عندي بكتاب الملف هنا، وقدر الحين قاعد أسوي، شوف راح أوصل الآن 64 ميجا، موضوع يطول يمكن يغلق نص ساعة لما أخذه كامل حسب السايز. هذا الملف عندي كامل أخذ من تقريبا حوالي 45 دقيقة لما أخذ صورة كاملة، حجمه 8 جيجا، نفس ال 8 جيجا حق اليو اس بي بالضبط. طبعا أنا حطيت بعض الصور بعض البي دي اف بالفايل وحذفتها، خلينا نشوف الملف مع بعض اليو اس بي، شوف هذا اليو اس بي، أروح هنا 8 جيجا ما في حاجة، شوف ما في ولا ملف، حذفت كل شيء أنا. يلا شباب خلونا نجرب اول برنامج، اول برنامج اسمه فوتوريك، تكتب الامر هذا، هسوي زوم، هذا الامر تثبيت. اول حاجه خلونا نسوي فولدر هنا مثلا ديسكتوب عشان نرجع فيه ملفات، نقول ريكفر مثلا استرجاع، خلاص سوينا المجلد هذا. خلينا ننتقل، الموضوع مره بسيط جدا باللينكس، اكتب سي دي بس سبيس وريكفر المجلد اسمه، دخل داخل الان، انا بسترجع ملفات، اكتب فوتوريك الامر كامل، تكتب سودو عشان تصير مدير يعني، فوتوريك واكتب الباث، هذا الباث حق اليو اس بي، طبعا مسوي اليو اس بي مباشره ماني مستخدم هذا، شاوريكم بشكل حي. طيب قبل ما ابدا شو بس اتاكد يعني، ادخل هنا شوف، ادخل النظام هذا اليو اس بي فاضي، شوف ما في ولا حاجه، ملف فاضي، ادخل الريكفر حقنا، اوكي شوف شوف هذا هارد ديسك فاضي، هنا الريكفر اللي سويناه عشان نحط فيه ملفات، خلينا نشوف يجيب ولا لا، اضغط انتر الان، اوكي يقول اول شيء اختار الهارد ديسك، نقول ممتاز. أنا حددت هارد ديسك قبل فأعطاني إياه، يقول هذا هو، أوكي صح هذا هو، سوي أوكي، نختار فعل، تمام إنتر، نقول أذرز، إنتر، هول ولا نقول كل شيء جرب، هنا أقول له جرب كل هارد ديسك، جرب كل هارد ديسك وطلع اللي تقدر عليه، أضغط إنتر، يقول وين تبي تخزنها؟ نقول خزنها نفسها مجلد، فكيف أسوي أنا؟ أروح بس أنزل واحدة تحت نفس المجلد الحالي، أكتب حرف سي، خلاص الآن بدأ الآن يسوي تيستينج ويحاول يجيب كل شيء يعني. شوف كيف السرعة يجيب لي البرنامج هذا مرة سريع، شوف الآن بس يمكن ثواني طلع لي بسرعة 8 ملف، رجعها دوكمنت بي ان جي صورة، رجع صورة واحدة، رجع ثلاثة بي دي اف، ثلاثة ملفات بي دي اف، ثلاثة اي اكس اي ملفات مشغلة، رجع لي 2 جي بي جي، 2 اصوات، لسه هو شغال لكن خير. روح هنا شوف الفولدر ريكفر اللي قلناه، شوف موجود هذا الفولدر، اضغط داخل شوف كيف موجود ملفات، خلنا نتفرج عليها.
لسه شغال. شوف هذا الفولدر دخلت عليه، شوف شو رجع، رجع صورتي، لاحظ حطيتها وحذفتها، لاحظ ودقة عالية جدا، يعني الصورة كاملة رجعها. شوف سوي زوم مثلا، شوف كيف كل شيء شغال. هذا مثل الصورة، عندك صورة ثانية هنا، كل شيء موجود. هذا ملف إكسي جربته وحطيته، هذا كتاب الجافا اللي قلت لكم نزلته وحذفته، موجود لحد الحين. شوف كتاب جافا كامل. طبعا البرنامج لسه شغال وكل فترة يحصل ملفات أكثر، فخلنا نوقف البرنامج، نسوي ستوب ونقول يس خلاص. لكن جاي برنامج ثاني، هذا برنامج أوكي شغال ممتاز، رجع أشياء كثيرة. خلنا نشوف برامج ثانية ونقارن الأفضل. نسوي فولدر ثاني ريكفر تو. في برنامج مميز صراحة ونظيف مرة باسترجاع اسمه فول موست، نحمله. طبعا غير موجود، بس هتعطيني الرابط التحميل اللي عليه كله مثل ما تعلمنا. نسوي كذا، نسوي كوبي، نسوي بيست، وانت بس هذا قاعد يحمل البرنامج. عشان فولدر فاضي ريكفر تو، نحاول نجرب الامر بس كذا، سودو فول موست تي اول، رجع كل شيء في اي وحط الباث حق اليو اس بي كله يعني، بس نضغط انتر بس وخلاص. تعرف انه 7 جيجا 8 جيجا وسوي 7 جيجا، شوف كاتب انه 8 جيجا، خلاص قاعد الحين يبدا يرجع، بياخذ وقت ما شاء الله. ايضا سريع، شوف كيف حصل الصور البي ان جي واعطاك السايز حقها والحجم حقها وكل شيء، فبدا قاعد شغال لحد الحين. شوف كيف حصل بي ان جي. ايضا حصل اكس اي، كان في عندي 2 اكس اي، شوف حصلها موجود هنا. اتش تي ام ال حصل، اتش تي ام ال موجود، فتقريبا اغلب الملفات الان حصلها. شوف كيف عندي، خلينا ندخل الملف المخرج طبعا لسه شغال هو. شوف عندك الاوت بوت هنا، زينته مقسم لك على فولدرز، لاحظ الاي في اي اكستنشن، اي في اي جي بي جي، بي ان جي، بي دي اف، كلها. خلينا نشوف بعض الصور. شوف عندك الجي بي جي هنا، لاحظ الصور موجوده كلها، لازالت الصوره حقتي موجوده، هذه الصوره الثانيه موجوده، شغال صح ما في مشاكل. شو البي دي اف، خلينا نتاكد من فاتح البي دي اف وهل هي معطوبه ولا شغاله. هذا بي دي اف اوكي جاب 3 كويس. خلينا نشوف الكتاب شغال معنا ولا لا، والله شغال ممتاز وكل شيء واضح. بدي اجرب معاكم اسمه ريكفر جي بي جي، خلينا نكتبه ريكفر جي بي جي. طبعا غير موجود فاعطيني طريقه التحميل. عليه كله فقط مثل ما تعلمنا، نسوي بيست، طبعا نحط رقم سري، نقول انتر، خلاص قاعد يحمل الان بكل سهوله، نقول يس. طبعا انت تحميل حاليا، نكتب الامر، نكتب سودو عشان نصير مدير، نكتب ريكفر جي بي جي اسم البرنامج، ثم الباث حق الهارد ديسك. هذا الامر بكل بساطه، ريكفر سودو ريكفر جي بي، حط الباث بس وانت. انا قاعد اشتغل الان، قاعد احاول اعرف الحد سايز كم. انا سودو جي بي جي شوف الان اشتغل، شوف عندي ان شاء الله عندك 122 ميجا. سواء انا نص عليها حصل ملفين وفي بطء صراحه. شوف هذه الملفين حصلها، اول صورتين حصلها موجود. انا اكتب هذا القدر لسه شغال هو، وشرحت لكم ثلاث برامج، اهم ثلاث برامج لاسترجاع المحذوفات. بالتوفيق ان شاء الله، ولا تنسون محزن دعاكم. في امان الله.